دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا دينا شرف علشان نتعرف منها على آخر أخبار الطقس والعملات النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكي يا دينا، وأغرب هدية جات لك في حياتك إيه؟ صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل المصريين في كل مكان، ومنورنا فعلا جدا النهاردة يا محمد، منور صباح الخير يا مصر. نورك. أغرب هدية جات لي، يمكن أنا ما جاتليش هدايا غريبة يمكن زي ما جمانة أو أنت حكيت، بس أنا بعتبر إن الهدية اللي بتيجي مش بمناسبة، يعني بتيجي فجأة، صح، دي بتبقى غريبة جدا بالنسبة لي، وبيبقى فرحتها ليا أكبر بكتير جدا من إن أنا قاعدة مستنية إن حد هيجيب لي هدية. والله كلنا كده، إحنا ستات وسط. وبعدين فعلا مش بتقتنع بأي حاجة، قنوعين جدا. ومش ضروري تكون غالية، يعني حاجة لو بسيطة، لو وردة فعلا بس كده، سندوتش شاورما حتى بالنسبة لنا بتبقى حاجة ممتعة جدا. مع بوكين مخلل بتاع مع بوكين مخلل بتاع جمان. أنا عجبني وأنت تسألها، طب ما كانش معاها أكل يعني، طب أي حاجة.